الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاد. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان وكل اوان ظهر الدور كله امين. في هذا الصباح المبارك نقيم هذا القداس الالهي في مناسبة مرور عام كامل على رحيل بنت زرايب 15 مايو، الفتاة الجميلة الهادئة الوديعة، الخادمة الصغيرة بنت 14 سنة، وبره بيسموا رقم 14 قمر 14. كلنا يعلم أن سوسنة كميل نسان هي بنت هذه المنطقة وبنت هذه الكنيسة التي عاشت فيها وولدت فيها ودرست وتعلمت وكبرت في هذه المنطقة. ونحن حينما نتكلم على سوسنة نتكلم لما في سيرتها من نفع ومن منفعة للكل. زي كل مرة بقف قدامكم في تذكارات الأربعين أو الذكرى السنوية وأنظر إلى إنجيل هذا الصباح. وإنجيل هذا الصباح كما سمعتموه من فصل إنجيل معلمنا يوحنا البشير، بصوا يقول إيه أول كلمة فيه: وأنا قد أعطيتهم المجد. شفت إنجيل النهاردة بيقول إيه؟ وأنا قد أعطيتهم إيه؟ المجد. وأنا قد أعطيتهم المجد لذلك نحن نطمئن إلى مصير سوسنة وإلى أنها فتاة الكنيسة الجميلة اللي تربت على الأخلاق الحميدة وتربت على الفضائل وكان عندها نزعة طبيعية ناحية الحب وناحية الخير وناحية مساعدة الغير. وشفنا فيها رغم حداثة سنها رجاحة عقلها، بنت عاقلة مش طايشة، بل في كثير من الأحوال والأمور كانت تقدم النصح لأبوها، وأبوها كان يسألها في أمور عديدة وتقول له لا يا بابا اعمل كذا، لا يا بابا ما تعملش كذا. وسوسن أيضا لم تكن بنت أم نادر بل كانت شقيقة أم نادر، يعني ما كانتش بنتها، كانت أختها. ربنا حباها بعقل راجح، بعقل رزين. لذلك حينما نتكلم عن سوسنة في هذا القداس الإلهي إنما نتكلم عن الفضيلة التي تمتعت بها هذه الفتاة بنت 14 سنة، علشان خاطر تعرفوا قد إيه إن يوضع سره في أضعف خلقه. لم يكن القديس أبانوب النهيسي حينما وقف أمام أريانوس الوالي وأعوانه في فترات الاستشهاد التي شنها دقلديانوس ضد الكنيسة، لم يكن سنه 100 سنة، ولكن الشهيد أبانوب كما ترون أول صورة في الكنيسة على إيدنا اليمين كان ابن 12 سنة، يعني كان أصغر من سوسنة بسنتين. ولكن الشهيد أبانوب علم العالم كله درس العالم كله ما ينساهوش. إيه الدرس اللي علمه الشهيد أبانوب؟ أول حاجة علمه الحكمة. أبوه
وامه سابوا له اموال واطيان كثيره جدا. ابوه وامه سابوا له اطيان واملاك كثيره جدا. اول ما دخل الكنيسه وعرف ان اريانوس الوالي جايب السيوف وجايب الجنود عشان يقطع في رقاب المسيحيين، قال كده هو في نفسه وهو ابن 12 سنة. شفتوا الحكمة لما تبقى عند الأطفال؟ اللي ساعات احنا نزعل من الأطفال وما نحبش الأطفال ونطرد الأطفال. شوفوا الحكمة اللي تمتع بها هذا الطفل الشهيد أبانوب، قال في نفسه، قال ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ أنا هعمل إيه بكل هذه الأملاك والأطيان اللي أبويا وأمي سابوها لي؟ هعمل إيه بيها؟ فخرج من الكنيسة وزع أملاكه وأطيانه على الغلابة، وراح مسلم نفسه لأريانوس. ماشي كده، هو بعد ما انتهى من توزيع الأملاك إدى ده فدان وإدى ده نص فدان وإدى ده فدانين، وكل واحد حسب ظروفه وملك الناس الأراضي بتاعتهم. راجع كده هو يا عيني بعد ما قام بهذه المهمة، لقي جثث المسيحيين مرمية في الأرض، ده اللي متقطع رقبته وده اللي متقطع إيده وده اللي متقطع رجله، والدم سايل في الأراضي مغرق الدنيا كلها، وشايف الجنود بتوع أريانوس نازلين يقطعوا. فوقف قدامه هو ابن 12 سنة، قال له كده هو ليه بتعملوا كده في المسيحيين المؤمنين؟ انتوا مش عارفين ان كنتم بتعبدوا آلهة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم؟ انتوا مش عارفين ان نهايتكم هتكون في جهنم وبئس المصير؟ فوقف كده هو قدام الوالي أريانوس، استعجب ان الطفل ابو 12 سنة بيرد عليه الرد ده، والطفل ابو 12 سنة نازل مش خايف من حاجة، ولا خايف من السيوف، ولا خايف من الحصنة اللي موجودة، ولا خايف من الجنود، ونازل يقول له توب وارجع لإلهك لعل وعسى ربنا يغفر لك خطيتك واللي انتوا بتعملوه من مظالم ضد هؤلاء الناس المؤمنين. قعد يوعظه ويوبخه. فلما شافه كده هو قعد أخذ كلامه باستهتار الوالي، وبدأت رحلة العذابات اللي عاشها القديس أبانوب النهيسي ابن 12 سنة. فأنا مش عايز أستغرب ولا أندهش، فهي أيضا سوسنة بنت الكنيسة اللي بتعلمنا سير الشهداء، ماجي مؤمن اللي احنا استضفنا أمها في نهرة البابا شنودة الماضية سنها 10 سنين، لسه أول امبارح بيحتفلوا بالعيد 11 لميلادها، 10 سنين. لكن عملت ايه ماجي مؤمن؟ ماجي مؤمن عملت مسرحيات، هي تنيحت دلوقتي، لكن أعمالها اللي مثلتها وهي طفلة صغيرة أقل من 10 سنين قاعدة في وسطينا وتتكلم على أستير الملكة، خدت بالك اللي جسدت شخصيتها، وإزاي إن أستير دي متمسكة بالإله الحي، وإزاي إن أستير دي بتدافع عن شعب الله، خدت بالك؟ وطفلة لسه 10 سنين. ولم نكن ندري إن هذه الأعمال اللي هتتركها يا ماجي مؤمن، خدت بالكم، هتخلد ذكراها علشان تعلمنا درس ازاي نتمسك بربنا. سوسنة كانت من هؤلاء الناس واولئك الذين جاءوا في سن مبكر لكما يعلمون درس. بس انا مش عايز اقول ان احنا لنا اعين لا تبصر ولنا اذان لا تسمع، عايزين يكون لينا الاعين التي تبصر فنشوف كل حد فينا، نشوف كل حد فينا بيعمل ايه ونتعلم منه الفضيلة. يا سلام واحنا لما نيجي نتغزل النهاردة في شقاوة سوسنة الجميلة، وفي شطارة سوسنة الجميلة، وفي حب خدمة الكنيسة اللي كانت بتقدمها سوسنة الجميلة، طفلة صغيرة لكن شطرة، لكن عارفة مصيرها، طفلة صغيرة لكن محبة للكل. يا سلام لما حد يزعل منها كشقاوة أطفال وتروح تلح عليه، أنت زعلان مني؟ يا مناس جاتلي منكم ومن غيركم تقول كان بتعمل معانا كده، لما يحصل مثلا خلاف بينها وبين حد أو زعل بينها وبين حد من أصحابها تقعد تلح تقول له خلاص مصالحين، صافية لبن، حبايب خلاص مع بعض، وكانت تلح إن هي تضمن إني محدش زعلان منها. ليه؟ ما أصلي قال كده هو في الإنجيل المقدس، إن لم تغفروا للناس
سيئاتهم، فلن يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات أيضا سيئاتكم. يعني ما كنتش تسامح ربنا مش هيسامحك، إن ما كنتش تغفر لأخوك ربنا مش هيغفر لك. دي المشكلة. لذلك أبونا داود النبي يقول كده هو في المزمور: من فم الأطفال الصغار هيأت سبحا. يعني إيه؟ يعني الأطفال الصغيرين دول هم ساعات بينطقوا وبيتكلموا بالحكمة، ساعات الأطفال الصغيرين دول هم ما نستهونوش بيهم. الكتاب المقدس يقول إيه؟ لا يستهن أحد بحداثتك. قال كده هو القديس بولس الرسول وهو بيكلم تلميذه تيماوس: لا يستهين أحد بحداثتك. وإذا كنا بره احنا بنقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين، بتقولوا كده بره ولا لا؟ خذوا الحكمة من أفواه المجانين، يعني أنتوا تاخدوا الحكمة من أفواه المجانين وما تاخدوهاش من الأطفال الملائكة اللي فيهم روح الله، اللي قد يرسل لك الله برسالة عن طريقهم. ده يبقى ده إنسان مش طبيعي خالص اللي يعمل كده. من فم الأطفال الصغار هيأت سبحا. سوسنة كميل كانت بالنسبة لنا هي طبعا سيرتها، أو اللي عايز يعرف عن سوسنة العفيفة فهتلاقوها في تتمة سفر دانيال النبي. وسوسنة نفسها معنى الكلمة معناها الوردة، الوردة اليافعة، يعني الوردة الجميلة، الوردة الجميلة. فإذا احنا جينا نطبق المعنى الحرفي لكلمة سوسنة هنلاقيها فعلا في شخصها، يعني هنلاقوها اسم على مسمى، الوردة الجميلة. وهي فعلا كانت الوردة الجميلة بينا. احنا في الكنيسة نشكر الله بعد ما انتهينا من أعمال الرسم بدرجة كبيرة في الكنيسة، نشكر الله صورتها اتطبعت، كانت في الأول بشكل مؤقت هي وصحباتها وهي وإخواتها من أطفال زرايب 15 مايو، قد طبعت صورتهم. طبعت يعني طبعت يعني مش هتتمحي، طبعت صورتهم في قلوبنا وفي كنيستهم. واللي طالع برا النهاردة وطالع بعد ما نصلي ونصرف هشوفوا صورتها ازاي الجميلة واقفة اهي وسط إخواتها أطفال منطقة الزرايب وهي بتصلي وبتسبح بلبس الملائكة الأبيض. احنا النهاردة بنشكر ربنا اللي هو ادانا مثل هذه البركة الكبيرة. يقول كده هو الكتاب المقدس: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة منذ صباها، أبونا القديس يعقوب الرسول، فإذا تزكى ينال إكليل الحياة. فإحنا يا أحبائي نشكر ربنا على البركة الكبيرة. ما بنعتبرش نياحة سوسنة ده شيء مؤلم، بل نعتبره دي بركة من السماء لينا افتقدنا بها ربنا. والكل لسه مش ناسي الأحداث اللي مرنا بها من سنة وقت رحلها، وإزاي إن كلنا كنا يد واحدة، وإزاي إن كلنا كنا على قلب بعض، وإزاي إن كلنا التفينا حول الأسرة، والأسرة ما شعرتش أبدا في لحظة من اللحظات إنها يعني خسرت حاجة، بل بالعكس شعرت انها قدمت للكنيسة. ولما جات هنا هو ام ماجي مؤمن كان لها العبارة الشهيرة واحنا سألناها فيها، قالت احنا بنخلف علشان نودي ولادنا السماء، احنا مش بنخلف عشان نرمي ولادنا في الارض او نخليهم يلعبوا في الشوارع، لا احنا بنخلف عشان نودي ولادنا فين؟ في السماء. فهم عملوا كده اسرة سوسنة، هي قدموها للسماء برضا. وطبعا عايز أأكد على حاجة أذكركم بيها، إني ودعها كان وداع رباني، ودعها كان وداع رباني، صح ولا لا؟ واحدة حضرت القداس وحضرت صلاة باكر من بدري، يعني مش بس القداس ده جات من صلاة باكر، واعترفت يوم الجمعة اللي هي قبلها. بعد كده هو طلعت من الكنيسة يوم لحد ده وراحت روحت البيت، اتأخروا في
الاكل شويه، وبعد كده هو يعني ما كلوش الصبح بدري، فجم على الساعه 2 بتاع هياكلوا مش هياكلوا، طلعت بره على الساعه يعني 4:30 5 وبدون اي مقدمات فاضت روحها الى ربها وخالقها وبريها. وداع كده هو او نهايه رحله من النهايات اللي ما حدش فينا ابدا لو جبنا احسن مؤلف واحسن مخرج ما يحطش الايه النهايه بالشكل ده، لكن كانت نهايه جميله، قصه حياه جميله لفتاه جميله، ورده جميله من بنات زرايب 15 مايو اللي شافوا كل المراحل اللي انتوا عشتوها في هذه المنطقه، من حرمان في الميه وحرمان في الكهرباء وحرمان في المساكن، وعاشت كل التجربه بالكامل معانا. لذلك النهارده بصوا الانجيل بتاع النهارده يقول ايه، خليكم لمحين، خليكم لمحين، شوفوا انجيل النهارده بيقول ايه، انا اعطيتهم المجد، انا اعطيتهم المجد، حتى لو انتوا في الارض، هؤلاء الذين اضطهدوا وهؤلاء الذين حرموا وهؤلاء الذين تضايقوا في الارض، النهارده ربنا بيقول لهم ايه، انا قد اعطيتهم المجد. والنهارده احنا فرحانين جدا وكلنا سلام وكلنا ثقه، وصدقوني طول السنه اللي عدت دي على رحيل سوسنة ما شعرنا ابدا ان هي غايبه، بل في وسطينا، وهتيجي سوسنة تاني وتاخد الاسم تاني عشان تخلد الاسم تاني، وتظل سوسنة باقيه في وسطينا طول العمر كورده يافعه جميله. محدش ابدا يتحرم من محبتكم ولا من دفء محبتكم ولا حضوركم النهارده عشان تشاركوا اسره سوسنة تذكار السنه الاولى لرحيلها. انا بشكر كل اللي حضر نيابه عن الاسره، من شعب زرايب 15 مايو، من عزبه النخل، من منشيه ناصر، من أسيوط، من حلوان، من كل الذين حضروا من أي مكان، مسلمين ومسيحيين، إخواتهم أو إخواتها في الكورال بيزفوها، إخواتها في الكشافة بيزفوها، الأسرة بتقول ذكرى السنوية الأولى لعروس السماء الإبنة سوسنة كميل نسان، فرقتنا بالجسد وتبقى في قلوبنا لأنها الغالية عندنا. تتقدم الأسرة والإخوة بالشكر للذين حضروا لإحياء ذكراها من أسيوط ومن منشية ناصر ومن عزبة النخل ومن طرة ومن مدينة 15 مايو ومن حلوان، وتشكر أيضا شعب زرايب 15 مايو مسلمين ومسيحيين. ربنا يعوضكم وتعيشوا تفتكروا ذكراها باقية في القلب. إلهنا كل كرامة ومجد الأبد آمين. الحصاد كثير والفعل قليلون، اطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده.